ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل ريفيو عن محل بيبيع منتجات باسعار قليله قوي، ممكن تكون تناسب البعض. في حاجات هم جوه المحل بيقولوا عليها ان هي اوريجينال، بس يعني انا مش حاسه قوي لان الاسعار غريبه، الاسعار قليله قوي بالنسبه للاسعار في المتناول العام او بره. اسعار الفاونديشنات الموجوده عندهم قليلة، فانا مش عارفة اذا كان فعلا اوريجينال ولا لا، بس اعتقد ان هي كابي، فممكن تناسب اي حد، مش هيفرق معايا اذا كان ده اوريجينال او كابي. بتبيع حاجات كتير قوي. المحل ده اسمه تونتون، ده في مكرم. الفرع اللي انا روحته كان في مكرم، واعتقد ان عندهم فرع تاني في الزيتون وفرع تاني في جسر السويس، يعني اعتقد هقول لكم اول حاجه جبتها منه ايه. اول حاجه جبتها هي ست الفرش. ده ست الفرش دي فرش كابوكي، اللي هي الفرش اللي بتبقى مبططه شويه. هعمل ريفيو عنها او هصور بيها فيديو لوحده واقول لكم اذا كانت فعلا حلوه ولا لا. ست الفرش دي كانت بحوالي 50 أو 55 جنيه، يعني سعرها حلو قوي بالنسبه لعددها. هي اعتقد عددها 10، 5 للوش و5 للعين. فانا هعمل عليها ريفيو او هصور فيديو ميك اب بيها، واقول لكم فعلا اذا كانت كويسه ولا لا بالنسبه لسعرها. وبعد كده هقول لكم جبت ايه تاني. جبت الاثنين بيوتي بلندر دول منهم. البيوتي بلندر دي اسمها تيتو. انا جربت الخضرة ما عجبتنيش، او مش ما عجبتنيش، هي تقيله، هي حلوه بس تقيله قوي. فانت بتتحايلي عليها عشان خاطر تدخل الفاونديشن او تثبت الفاونديشن. بس يعني اعتقد الاثنين كانوا 10 جنيه، فبالنسبه لسعرها لو حد هيستخدمها استخدام شخصي فحلوه قوي، يعني حلوه قوي. بس كده. تاني حاجه جبت او تالت حاجه جبتها من عندهم هي المكان بتاع ازاله الشعر. ده اسمها ايه؟ الشفرات. مكان ايه؟ الشفرات بتاعت ازالة الشعر دي. اعتقد كانت ب7.5، فيعني برضو سعرها حلوة قوي بالنسبة لبرة. فيها 3 شفرات. اخر حاجة بقى جبتها من عندهم هي هي الرموش دي، في كذا شكل انا جايباه. اوكي، لا هم اعتقد انا جايبه شكلين بس، جايبه شكلين بس. اول حاجه الشكل ده، الشكل ده متفرغ شويه. هو مكتوب عليها ان هي اردل، بس اعتقد ده الكابي بتاعها لان دي ب10 جنيه. بس حلوه، انا جبتها استخدمها استخدام شخصي، واعمل لكم بيها فيديوهات واقول لكم الريفيو بتاعها هيبقى عامل ازاي، اذا كانت فعلا باينه ان هي بلاستيك ولا باينه ان هي طبيعيه. الرقم بتاع دي 27. دي متفرغه شويه، يعني للناس اللي ما بتحبش التقيله قوي او اللي هي بتبقى ظاهره قوي مع الميك اب. بالنسبه للثانيه F044، دي بقى كثيفه شويه والشعر يعني لازق في بعضه شويه، فدي للناس اللي بتحب برضو الرموش تبقى كتيره. بس كده، ده اللي انا جبته من عندهم. وعندهم حاجات كتيره بدرجه مهوله. عندهم ايه تاني؟ عندهم ايه تاني؟ مكانات التنظيف بتاعت البشرة وبتاعت الرجل. عندهم اعتقد الكابي كتير بتاع الاي شادو بتاعت مورفي بتاعت هدى بيوتي. لو حد مثلا عايز يستخدم الحاجات دي لنفسه استخدام شخصي يجربهم من عندهم ويقول لي مثلا ايه رأيك فيهم. بس فانا هعمل ريفيو ان شاء الله عن الفرش دي وعن قلت لكم بيوتي بلندر، يعني شغاله لو هتستخدميها استخدام شخصي لنفسك بس، لان هي تقيله قوي ما بتحركش الفاونديشن. والفرش هنعمل عنها ريفيو، فرش العين وفرش الوش مع بعض في فيديو تاني ان شاء الله. ما تنسوش المحل اسمه تونتون، في اول عباس، في اول عباس ايه، في مكرم عند سيتي ستارز، قريب من سيتي ستارز. بس كده، ويا رب الريفيو بتاع النهارده يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.